كشف مسؤولون يمنيون في الحكومة الشرعية أن الدوحة جعلت إفشال خطط التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية هدفا أساسيا خلال مشاركتها في التحالف. كما أشار المسؤولون اليمنيون إلى ترويج الدوحة الآن لتنصلها من التحالف العربي وعدم مشاركتها فيه بهدف الضغط على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وتحقيق التقارب مع إيران وأذرعها في المنطقة. في ليلة ما بعد الخامس من يونيو الماضي، آليات القوة القطرية تعود أدراجها بعد إنهاء مشاركتها من قبل قيادة التحالف العربي. هذه القوة كانت قد التحقت بصفوف التحالف العربي في شمس السابع من سبتمبر، أي بعد قرابة ستة أشهر من بدء عاصفة الحزم. لماذا تطلب الأمر كل هذا الوقت؟ لعله تحالف الضفة الأخرى الذي وصلت أطرافه لأعلى درجات التنسيق، تحالف قطر والحوثي الذي بدأ بعلاقة علنية في إطار ما يسمى بالمساعي القطرية للوساطة بين الحوثيين والحكومة عام 2007، حتى دخلت العلاقة دهاليز الظلام وبقيت في سرية تامة حتى كشفت اليوم. إذا ما بدأنا بتصريح وزير الدفاع القطري خالد العطية، والذي استقبل قواته بعد إيقافها من التحالف، يعترف أخيرا أمام الكاميرا أن الدوحة وجدت نفسها مجبرة على الانضمام للتحالف العربي. Fortunately, you know, we find ourselves obliged to join the coalition, and we never been to inside Yemen, by the way. لهو قول تهتز منه جبال اليمن، وإن نطقت لقالت أين العروبة. تصريح العطية قوبل بموقف حوثي مؤيد ومتعاطف، فبعد تغريدة رئيس ما تسمى اللجان الثورية الحوثية محمد علي الحوثي، التي أدان فيها ما أسماها بالأعمال التي تستهدف قطر، ها هو يعود مجددا ويرحب بالتصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع القطري، ووصفها بالخطوة المتقدمة، وأعرب عن أمله بالمزيد من المواقف القطرية. تصريح العطية ورد الحوثي اختزل حجم التنسيق بين الطرفين، وكشف غطاء المؤامرة وأظهرها من السر إلى العلن، ويؤكد ذلك مسؤولون يمنيون في الحكومة الشرعية، ومن بينهم وكيل وزير الإعلام اليمني نجيب غلاب، والذي قال إن الدوحة تقف وراء ما حدث لجيش الحكومة الشرعية من اغتيالات لقيادات كبيرة، وأكد أن الدوحة تسير على مسارين: الأول دعم الحوثيين ماليا ومعلوماتيا، والثاني اختراق مكونات الشرعية. وبهذه الإزدواجية تتحمل قطر مسؤولية تأخير الحسم العسكري من أجل أجندة سياسية عبثية تعترف برؤوس الإرهاب بأنهم جزءا لا يتجزأ من الحل الأمني في المنطقة.